جاوب تربح برعاية آكل. آكل الموعد عند كل غسيل. الخير لكم مشاهدينا، ومرحبا بكم في حصتكم جاوب تربح. مرحبا بكم معنا، رانا جينا اليوم محلات تجاريه اغديس، جينا باش نطرحوا عليكم اسئله كالعاده وكي تربحوا معنا تدوا ان بون داشا فيه 500,000 مهده من طرف اكل. تبعوني. مساء الخير. مساء النور. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، راكي معنا في حصة جاوب تربح. مرحبا بكم. يعيشك. سؤالنا يقول: أين يوجد أعلى جبل بركاني؟ في الجزائر هذي؟ في العالم. في العالم ما نعرف. بركان. يعطيك الصحة، كيفك؟ مساء الخير. مساء النور. واش راك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، راك مع ربي يعيشك معنا في حصة. اللهم امين. اش بها عمران؟ راك معنا في حصة جاوب تربح، وسؤالنا يقول: أين يوجد أعلى جبل بركاني؟ في الشيلي ولا الإكوادور ليسونسيال في الأمريك لاتين. قول لي بلاد، ما نقدرش تقول لي. تشيلي وبيا الإكوادور عندك ليزونتيال. قول لي بلاد، بلاد، بلاد. نقولوا شيلي. الإكوادور يا سيدي هي بلاد ثانية. ما على باليش. ما على باليش. قال لك سلام على الإكوادور يا سيدي، جيران هما بلادهم. الإكوادور يا خويا، معليش أنا خدنا معليش. الإكوادور. مبروك عليك. الله يعطيك الصحة، بارك الله فيك، يرحم والديك. صحة. راك ربحت معنا 500,000. بارك الله فيك، يرحم والديك. أكل. يرحم والديك. تفضل معنا باش دير البونداشا يعيشك. مبروك عليك. الله يسلمك مدام. الله يعيشك. تفضل ممثل شركة آكل. يعيشك. رواك ربحت معانا 500,000 مهدة من طرف آكل، شري بها كامل واش حبيت في المحلة التجارية. ربي يعيشك مدام. ربي يطول عمرك. اللهم آمين. ربي يعيشك، يعطيك الصحة خويا. مشاهدينا، هذا كان أول فائز في حصة اليوم، أسنوني باش تشوفوا الفائز رقم 2. انتوما تاني في حصة جاوب تربح، تقدروا تربحوا معنا عن طريق الاس ام اس. رحلات هايلة، فنادق فخمة، مهدات من طرف اغمس فواياج. 63030 جاوبوا تربحوا قريبا. كيكك منا منها ملكة دو خير وفي حوايج. السلام عليكم. السلام. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. اسمها هذا. هاك معنا في حصة جاوب تربح. الله يبارك. يعيشك. سؤالنا يقول: أين يوجد أطول خط أنابيب نفط في العالم؟ أطول خط أنابيب نفط في العالم. في العالم. مي معايا سارة. ما بجي ما أعرف. ما كنيدي.
ميم با اقتراح اقتراح. يعطيكم صحة ربي يعيشك. مساء الخير. واش رايكم؟ سافا تخي بيان الحمد لله. الحمد لله راكم معنا في حصة جاوب تربح. داكوغ. إن شاء الله تربحوا معنا. إن شاء الله. سؤالنا يقول أين يوجد أطول خط أنابيب نفط في العالم؟ أطول خط أنابيب نفط. لا روسي؟ أنت ما عندكش إجابة. يعطيكم الصحة. أين يوجد أطول خط أنابيب نفط في العالم؟ أطول خط أنابيب نفط في العالم ما يكونش بحر الشمال. بلاد بلاد شبونس سعودية. لا لا يعطيك الصحة. صالح يا عيني لا تطير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش راكم؟ لاباس اختك؟ الحمد لله راكم على فرصة جاوب تربح. الله يبارك. هذه منوشة الشابة. هذه بشرى عرفتيها شكون؟ بشرى تاع لافامي. انت واسمك؟ مريم. مريم، مريم واسمك؟ مريم زهرة. مريم زهرة، بيان اسمك اسماء شابين. سؤالنا يقول أين يوجد أكبر خط أنابيب نفط في العالم؟ لا سيبيري. لا سيبيري، مبروك عليك. وفيها أكثر من 6000 كيلومتر. أكثر بحث معنا 500000 وهذا من طرف آدي. الله يبارك. ربي يطول عمرك، تجوز معنا برك لوستون باش تدي البونداشا تاعك. تفضل. مبروك عليك. الله يسلمك. ربي يعيشك. تفضل ممثل شركة آجل. آجل على غاك ربحت معنا ان بونداشا في 500000 وراهي هاد المنوشة روحي هنا تقضي به كاع واش حبيت هنا في المحلة التجارية ارديس. الله يبارك. ان شاء الله تصرفهم بصحة ولهنا. الله يسلمك. ربي يطول عمرك. يعطيك الصحة. مشاهدينا هذا كان اخر فائز في حصة اليوم، استنوني في العدد الجاي. اون اتوندون تقدروا تعاودوا تشوفوا هذه الحصه ولا الحصص كامل اللي فاتوا في صفحتنا تاع الفيسبوك جاوب تربح ولا على اليوتيوب جاوب تربح. وعلى خير. جاوب تربح برعاية آجل. آجل الموعد عند كل غسيل. انتم تاني في حصة جاوب تربح تقدروا تربحوا معنا عن طريق الاسمس. رحلات هايلة، فنادق فخمة مهدات من طرف إغمس فواياج. 63 030 جاوبوا تربحوا قريباً.